هي وقفة تقدير وعرفان للنساء المغربيات المتميزات، الدورة السادسة لجائزة تميز المرأة التي تنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تحتفي بالمبادرات المتميزة التي ساهمت في التخفيف من آثار جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية على النساء. فكان الإعلان على الجوائز ثلاثة اللي فازوا بها ثلاثة المشاريع مهمة جدا كما شفتوا، وأيضا اغتنمناها فرصة باش تكون هناك تكريم ديال النساء اللي كانوا في الصفوف الأمامية خلال فترة كوفيد 19 من وزارة الصحة، من وزارة التعليم، من وزارة الثقافة، من الأمن الوطني، أيضا التعاون الوطني. هي خطوة تروم الدعم النوعي للمبادرات التي تهتم بالنهوض بقضايا النساء، وكذا تنويع مجالات الإبداع والابتكار الخاصة بحقوق النساء والمساواة، مع ابتكار بنيات أو آليات مجالية لتسهيل ولوج النساء إلى الفرص الاقتصادية. نشكر وزارة التضامن على هذه الفرصة اللي تحتها لنا وعلى هذه المشاركة، وكنشكر جميع الجهات اللي ساندونا اللي أطرونا اللي وصلونا لهذا المستوى هذا، وكنوجه لهذا وكان نهدي هذا الفوز ديالي للنساء التعاونية ديالنا نساء تيفوت، وكنحثهم على المزيد من المثابرة. وخلال دورتها السادسة احتفت الجائزة أيضا بمبادرات للنهوض بالبحث العلمي في مجال التمكين الاقتصادي للنساء وكذا الفتيات، وتطوير برامج توعوية وبرامج تكوينية للنهوض بالمعايير الاجتماعية ورفع الوعي بالأدوار الاقتصادية للنساء وانعكاساتها على تحقيق التنمية.